لا يهمك أن تتهم الآن من الحمقى بالتشيع، يهمك أنت رأي الله فيك، هل أنت منصف أم لا، هل أنت صادق أم لا. رأي الله فيك يجب أن يكون يعني أمتع لنفسك وأرضى من مليون أحمق. ماذا تفعل بمليون أحمق إذا قالوا أنت متشيع، ما دام أن الله يرضى أنك تحب الصدق وتصدق به، ماذا تفعل؟ يعني هل شهادات الناس ما شاء الله، وهذا الذي دفع بعض الأخوة السلفية للتشيع، أنهم وصلوا أنهم عندهم لذة معرفة، يعرفون ثناء الله أكثر من أفضل من ثناء الناس، ومعرفة الله أفضل من معرفة الناس بك أنت. فلذلك كل مرة أنصح السلفية لماذا لا تنصح الآخرين، أنا نصحت الآخرين بس ليسوا قضيتي أصلا، قضيتي هنا، قضيتي في مجتمعي، في مذهبي، في جماعتي، في الذين يعلمون أبنائي والذين ألتقي به، هذه كل واحد يتأثر بمحيطه. يعني الآن لو أنا مثلا افترض أني نقدت المسلمين سنة وشيعة، هل من المعقول واحد يأتي ويقول طيب اليهود ما نقدت، البوذيين ليش ما تنقدهم، سلموا منك ولا يسلمك المسلمون؟ يا حبيبي ليسوا قضية البوذيين، قضية المسلمين. فهمتم هذا؟ فدائما محاولة أن يعني يكفي أن تقول أنا لا أؤمن ببوذا نبيا وخلاص، أما تذهب لابد لا تنقد المسلمين بعشر صفحات إلا وتؤلف كتاب في ذم البوذيين أو الهندوس أو ما، ليس قضيتك. فلذلك يعني الذين يحاولون التوزيع أنه مثل ما كذا يلا افعل، مثل يلا انقد، مثل ما إذا انقل، هذا أظني أنه ضعف، وهذا هزيمة مسبقة. أنت قاوم الفكرة، أنت إذا وجدت شبهة على مو شبهة، إذا وجدت قضية في مجتمعك أو في مذهبك أو في دولتك أو في وطنك العربي أو الإسلامي، في مثلا في تقاتل وفي بغضاء وفي كراهية، عندما يأتي واحد وينقدها لا تقول طيب البوذيين، طيب الحروب الأوروبية ليش ما نقدتها، هذا هزيمة مسبقة وتسليم بأن هذا حقيقة، بأن نحن في مستوى سيء من الجهل، من التقاتل، من التنازع.